فصل جديد ضمن سجل أكاذيب الحمسوية وآلاتها الدعائية بعد اكتشاف أدلة أخرى عن استخدام حماس لمستشفى كمال عدوان في جباليا. فهذه استراتيجية حماس التي تقضي باستخدام المستشفيات لأغراض إرهابية، وهذا ما حدث أيضا في مستشفى الشفاء ورنطيسي والقدس. فعلى مدار آخر 24 ساعة يتم بث أكاذيب عبر شبكات التواصل الاجتماعي والوسائل الدعائية الحمسوية بشأن نشاط قوات جيش الدفاع في مستشفى كمال عدوان في جباليا، والتي سأقوم الآن بتفنيدها. أولا، في هذا المستشفى تم العثور على جثة كانت مقبورة في المنطقة من قبل، والتي لا تمت بالصلة لنشاطات جيش الدفاع الإسرائيلي. ثانيا، على أكس الأكاذيب التي يتم تداولها، فجيش الدفاع لم يعمد إلى دفن الأحياء في محيط المستشفى، بل بالعكس، فقد بذلنا في هذه الحالة أيضا كل ما بوسعنا من أجل تجنب المساس بالأشخاص غير المتورطين، وقد سمحنا لهم بمغادرة المنطقة، وقمنا بمناشداتهم على مدار أيام بخروج من المستشفى وعدم البقاء مع الإرهابيين الذين كانوا يتحسنون هناك. ثالثا، تم استغلال مستشفى كمال العدوان بشكل سخيف من قبل حماس الإرهابية كغطاء مدني لتنفيذ مخططات إرهابية ومخطط قتل، علما بأن حماس قد أدارت من محيط المستشفى أحد مقارات قيادتها. وخلال نشاط اعتقل جيش الدفاع العشرات من العناصر الإرهابية، بمن فيهم بعض أولئك الذين شاركوا فعلا في مجزرة 7 أكتوبر. وقد وجدنا داخل المستشفى وسائل قتالية تم تخبئتها في قسم الأطفال الرضع داخل حواضن، والتي كان يفترض استخدامها لمعالجة الخدج من أجل تبرير مزاعمها الكاذبة. تبث أبواق الدعاية الحمسوية مقطع فيديو تم التقاطه عام 2013، والذي تزعم بأنه مقطع فيديو تم التقاطه في المستشفى. أكذوبة أخرى تضاف إلى قائمة الأكاذيب لا منتهية التابعة لحماس وأبواقها الإعلامية بعد الكشف عن وجهها الحقيقي. سنواصل فضح الأكاذيب الحمسوية واستغلالها للسكان والمستشفيات، وسنواصل الضرب والتفكيك بنها التحتية الإرهابية، حيث لا تتمتع أي بنية إرهابية تستخدمها حماس الإرهاب بأي حصانة.